لقاء ذات أهمية مع المركزيات النقابية، وكان نقاش وحوار حول يعني الأهمية ديال الجرعة الثالثة وديال التلقيح باش نقدروا نحاولوا الاقتصاد ديالنا ونحاولوا العمل يعني اليومي ديالنا. وبأنه السيد وزير الصحة عطى عرض على الأهمية ديال هذا يعني الجرعة الثالثة، والنقابات يعني إن شاء الله غادي تاخذ كذلك معنا هذا المسار باش يعني يكون تحسيس عند الطبقه الشغيله باش الناس تعمل الجرعه الثالثه. لان الا بغينا الحريه في العمل وبغينا الحريه بصفه عامه لازم نكون ملقحين. راس المال يعني البشري هو شيء جد مهم ورافعه باش نقدروا نمشيو في الاستثمار ونقدروا نمشيو في يعني في العمل وما يتشدوش اللوزينات ونقدروا نشتغلوا ويكون عندنا يعني مركز ديالنا في الاقتصاد العالمي. فهذا يعني واجب ديال كل مواطن مغربي، ونتمنى والله ان شاء الله انه العمليه التحسيسيه اللي تقوم بها النقابات يعني تجيب النتائج اللي هي جد مهمه. شكرا لكم.